يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأنبياء كلهم معصومون عامة أم فيما يبلغون عن الله فقط؟ هذا بالإجماع، بالإجماع عن كل الأنبياء معصومون بما يبلغون عن الله، معصومون من الكبائر، من كبائر الذنوب، إنما الخلاف في الصغائر، وما حصل شيء من نبي من الأنبياء من الصغائر إلا وقرنت معه التوبة، توبة الله عليه واستغفاره. نعم، تابعوا هذا في القرآن تجدونه. نعم، يقول فهم معصومون إما في البداية وإما في النهاية، الأنبياء معصومون إما في البداية وإما في النهاية. نعم.